لهم ببلد المونديال ودعونا أولا نتعرف على الذين سيكملون المسير بعد الثقة ورغبة الأندية في بقاء الموسم الثالث. أهل الجنوب دون أيضا إلى الموسم الثالث مع الإسباني لوبي يرفع راية الاستقرار بموسم ثاني مع السربي ليبوشا. لم يختلف عن البقية مجددا الثقة بمدربه الفرنسي الكبير لوران موسم آخر. بعدهم الغور بموسم ثاني مع الألماني شايفر باحثا عن الثقة والاستقرار أيضا. مع أنديتهم فيتقدم الجميع الوطني القطري يونس علي له البرتغالي لويس كاسترو مدربا لنادي تحيل خلفا للفرنسي صبري لموش. قطر اختار المدرسة البرازيلية وعند المدرب زيري كاردو خلفا للمدرب الوطني يونس علي. مصلال هو الآخر ذهب عند الدفة البرازيلية موقعا مع المدرب جوف فارياس بن عسكر. ذهب صوب المدرسة الإيطالية وعند القادم الجديد أندريا ستراماتشوني خلفا للصربي يانكوفيتش. رغم استمراره مع الشمال وقيادته لهم بالتأهل إلى دور الأضواء فإن المدرب هشام جدران يعد هو الآخر جديدا على دور النجوم متمنين للجميع موسما حافلا يسعدون به جماهيرهم أيا كانت